A uniformly charged sphere of radius A equals 10 cm produces an electric field minus 200 باتجاه ال R radial Newton per coulomb at a distance of 6 cm from the center of the sphere. Here R is the unit vector outward from the center of the sphere. Find the volume charge density rho of the sphere. عارفين ان الكرة خطوط الالكتريك فيلد لو بوزيتيف تطلع منها لو نيجاتيف تدخل عليها. هو بيقول لي عند 6 سنتي، عايز بس يدرس الحجم اللي هو من هنا لغاية هنا، هي كلها 10، بس هو عايز يدرس عند 6. الدنسيتي رو سواء هنا يعني كل الكرة، واحنا عارفين ان EA كوساين ثيتا بتساوي التشارج الانكلوزد في الاريا اللي هناخدها على الابسلون نوت. الاي عندنا ماينس 200، الاي 4 باي، ار تربيع اللي هي 6، كوساين 0 بـ1. الكيو نوت عبارة عن 4 على 3 باي ار كيوب، ده حجم الكرة في الرول مطلوبة على الابسلون نوت. قبل ما اعوض بالار اشطب الار تربيع مع التكعيب والباي والاربعة مع بعض هنا، اذا يديني الرو هتساوي يتنزل تحت يبقى ماينس 200 في ابسلون نوت، الرو اهي يبقى 200 في ابسلون نوت في 3، هتيجي من هنا على ار. ال ار 0.06 يبقى هقول ماينس 200 × 8.85 × 12 3 على 0.06 تديني ماينس 8.85 × 10 سالب 8 كولوم على المتر المكعب.